الأخوان الحضور، على بركة الله نفتتح جلستنا الثانية ضمن برنامج التدريب المهني للتعليم الإلكتروني لإعداد المدربين. المقام بشراكة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان ومنظمة آيركس بدعم من قسم العلاقات العامة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا مرة ثانية على حضوركم وعلى اهتمامكم وعلى جميع مشاركاتكم. نتمنى لكم الموفقية والسداد في هذا المشوار. البرنامج إخوان على عجالة، مثل ما لاحظتوا حضراتكم بالسيشن المضى، يهدف هذا البرنامج إلى دعم أعضاء الهيئة التدريسية في دمج التعليم الإلكتروني على نطاق واسع في الحرم الجامعي للجامعات العراقية. يفترض أن يتيح هذا التدريب للهيئات التدريسية اكتساب مفاهيم وطرق التعليم الإلكتروني وإنشاء محتوى إلكتروني، وأيضاً القيام بتنفيذ أساليب واستراتيجيات تعليمية فعالة عبر الإنترنت، وتصميم من خلال تصميم أيضاً الدورات التدريبية. نتمنى أنه تتمكن الهيئة التدريسية لاحقاً إن شاء الله بعد هذه الدورة تتمكن من تطوير فهم أفضل للتعليم الإلكتروني في سياق نظام التعليم العالي في العراق. أيضاً تطلع على البرامج التقنية اللي لها ذات الصلة بالتعلم عبر الإنترنت وتطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة من خلال تصميم دورة التعلم الإلكتروني الخاص بموادهم التدريسية لهذا العام. اليوم محاضرتنا راح يقودها زميلنا الدكتور عامر الأمير، أعتقد هو غني عن التعريف، كثير من حضراتكم كان ولا زال على تماس مباشر معه من خلال إقامة العديد من الدورات وأيضا قيادة العديد من المبادرات. راح تكون هذه المحاضرة، وأتوقع أنه راح تكون يعني ممتعة وشيقة، حول إطار، يعني راح يقدم بإطار مفهوم التصميم، إطار مفهوم التصميم في التعلم الإلكتروني. قبل أن أترك المنصة لزميلنا وعزيزنا الدكتور عامر، أحب أشكر جميع الحضور أولاً، المشاركين، أشكر المنسقين اللي ما قصروا خلال اليومين المضى بالمتابعة، ممنونين جداً من جهودهم. أشكر الإخوان الداعمين في وزارة التعليم العالي على رأسهم الدكتور فؤاد قاسم، وأيضاً الإخوان بدائرة البحث والتطوير. أيضاً أشكر الزملاء المدربين، دكتور عامر الأمير، دكتور مازين الحكيم، دكتور عدي، وأيضاً دكتور محمود وآخرين، وأيضاً الأخوان الداعمين من الخلف، أخواننا زملائنا في قسم العلاقات العامة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. ما أطلع عليكم، أترك المنصة الزميل دكتور عامر، وأتمنى لكم إن شاء الله رفقة ممتعة ومعلومات مفيدة، وتحياتنا. تفضل دكتور عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور أستاذ عمار. السلام عليكم أساتذتي الكرام الأفاضل، أسأل الله أن يكون الجميع بخير وصحة وعافية وسلامة، وقبل الله صيامكم قيامكم صالح العبادات. بالبداية أحب أشكر وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في إقليم كردستان ومنظمة آيركس وقسم العلاقات العامة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على إتاحة لنا هاي الفرصة للتدريب أساتذتنا وزملائنا التدريسيين في الجامعات العراقية بالاتجاه لتحقيق هدف أكبر وأشمل، هو أن نقدم تعليم أكثر فعالية وأكثر جودة، ونستطيع جميعا أن نواجه ظروف أو الظرف العام اللي مر علينا بسبب جائحة الكورونا وما بعد الكورونا. الجميع يعلم تمام العلم أنه وزارة التعليم العالي يوم 4 نيسان اختطت لها منهاج أن يكون التعليم الإلكتروني دائمي وأساسي ومفصل أساسي في تقييم عملية التعليم والتدريسيين والمؤسسات التعليمية. قبل أن أتحدث لحضراتكم، أنا أحب أعرف بنفسي، أنا عامر سليم الأمير، أكيد كثير يعرفوني، دكتوراه في علوم الحاسبات. اليوم أنا قبل أيام كملت 33 سنة أو أكثر لربما في التعليم الإلكتروني،
من سنة 1987 من منطلق التعليم الإلكتروني وتنفيذ برامجيات التعليم الإلكتروني. عندي خبرة واسعة بالموضوع الحمد لله والشكر، وعندي أكثر من 70 بحث علمي في هذا الموضوع، وأنا اختصاصي علوم حاسبات بوابات إنترنت، واختصاص بوابات الإنترنت بوابات التعليم الإلكتروني e-learning portals gates. نفذ السابق عندي تجربة هي تنفيذ هالمرة امدح بنفسي يعني حقيقة، بس حب لأنه لازم أعرفكم منو أني. نفذ السابق شبكة الحماية الاجتماعية بالعراق، ونفذت أول مساق تعليم إلكتروني بالعراق، وأول منصة موارد تعليم إلكتروني، ورشحت مرتين مرة لجائزة اليونسكو راشد اليونسكو سنة 2015، وكذلك إلى جائزة يدنى عالمية سنة 2017. شكرا لذي المرة طول أكثر، بس أريد أبدي وياكم من البداية. محاضرتنا هذا اليوم هي مفهوم التعليم الإلكتروني وتصميم بيئة التعليم الإلكتروني وعناصرها. دكتورة لوري بالمحاضرة السابقة أبدعت في عملية تدريب حضراتكم وأعطاكم المعلومات الكاملة والشاملة والكافية عن التعليم الإلكتروني. أعطتكم إياه ككونسبت. إحنا حاليا كونسبتنا اليوم هو كمنظومة، هل التعليم الإلكتروني وبيئة التعليم الإلكتروني how to build how يعني كيف تبني منظومة التعليم الإلكتروني. إحنا ما نتعامل فقط تعليم إلكتروني، كذلك حنتطرق إلى موضوع حتى نبني هاي المنظومة، حنتطرق إلى موضوع خان للتعليم الإلكتروني، وبعد نكمل خانة التعليم الإلكتروني حنطلق مرة أخرى كيف تعمل وزارة التعليم العالي في ظل ظروف جائحة الكورونا، واللي هي حقيقة الاعتماد التعليم الإلكتروني بالتربية وبالتعليم، وبتعتمد بالتأكيد هي مبادئ التصميم التعليمي للتعليم الإلكتروني. كذلك حنعطيكم بعض النصائح في طريقة إعداد الدرس التعليمي الافتراضي من مواصفات الدرس التعليمي الإلكتروني الناجح. هاي الجنرال كونسبت مع المحاضرة اليوم. حتى أكون واضح من البداية، إحنا حنوجه ثلاث أسئلة، ثلاث هوم ووركس لكم خلال المحاضرة، ثلاث هوم ووركات حتكون خلال المحاضرة. هوم وورك هو قراءة، وهوم وورك واحد هو واجب تعدوه، وهوم وورك الثالث هو بطريقة البحث والاستقصاء. إحنا إذا نبقى نسوي لا بلا بلا بنعطيكم معلومات بدون أن يكون عندنا فيدباك، ما حنكون ناجحين في عملية شرح الدرس وإلى آخره. أبدأ بالمحاضرة مال اليوم وأسأل سؤال مهم لحضراتكم. هو هذا السؤال، أنا حبدي اليوم السؤال قبل أن أبدي المحاضرة، حسأل سؤال حتى أسوي عصف ذهني عند حضراتكم. هل هو تعليم إلكتروني أم تعلم إلكتروني؟ هذا السؤال أتمنى أنه يجيبون عليه وتكتبون عليه بنهاية المحاضرة مع حضراتكم. هل أكرر السؤال، هل هو تعليم إلكتروني أم تعلم إلكتروني؟ ملاحظين إذا تلاحظون بالأسفل الإجابة بالعربي مدعمة بالمصادر والمراجع، من تكتب لنا وتعطينا الموضوع تعطينا مين جبت الكلام، هل هو التعليم الإلكتروني تسنده أو هو التعلم الإلكتروني فتسندنا. حابدي من هاي النقطة. طبعا أنا هسه حتى قبل الكلام هو أنا حشرح الموضوع وحجاوب عليه وحشرحه أيضا، وأيضا حتى أستاذ عمار قبل بدي أقدم الموضوع هو قال الكلمة الصحيحة، هل التعليم الإلكتروني أم تعلم، هو ذكر الموضوع حشاف كلام سلام سلام صحيح، بس إحنا حتى شنو، حتى يصير عندنا فهم، حتى يصير عندنا بلايند ديستورشن، حتى يصير عندنا عصب ذهني، حتى نقدر نعرف الموضوع. ننطلق للموضوع الثاني، ما هو التعلم الإلكتروني؟ أرجع ما التعليم الإلكتروني، طبعا دا أكتب مرة التعليم الإلكتروني مرة أكتب التعلم الإلكتروني حتى ما أضيعكم بين الجواب، حتى أكتب أحسن عن الجواب. هل هو برنامج ونطبقه؟ هل هو برنامج نجيبه ونستخدمه ونطبق عليه كليك كليك ونسوي بتعليم إلكتروني وانتهت؟ هل هذا تعليم إلكتروني؟ اللي هو منظومة، وهو منظومة تشمل كل عمل، كل مفاصل عمل في التعليم في المؤسسة التعليمية. سؤال كبير. أول ما طلع لكم التعليم الإلكتروني بالبدايات نهاية الثمانينات، طبعاً أنا أذكر هنا نقطة مهمة جداً، إنه الجامعة التكنولوجية سنة 87 سنة 88 انطلقت بالتعليم الإلكتروني، وانطلقت وراها هي العراقية لحاسبات حاسبات المعلوماتية كان اسمها المركز القومي. عندنا تجارب سابقة بالتعليم الإلكتروني وتجارب غنية وتجارب وصلت إلى نتائج متقدمة جداً، بس الظرف اللي مر علينا من التسعين وصعوداً وإلى آخره سبب أنه عندنا هذا الموضوع، عندنا انقطاع. فنرجع ونسأل، هل هو برنامج لو منظومة؟ احنا اللي نتكلم هسه بال2020 التعليم الإلكتروني زامن موضوع اكثر من عام 30 سنة، وقبل 40 يعني 45 55 سنة تقريبا. اصلا التعليم الإلكتروني بعض المحدثين المفسرين يعتبرون حتى استخدام التلفزيون والتعليم الإلكتروني، وتدرون هسه بهالوقت التلفزيون منظومات التلفزيون HDI تستقبل الانترنت وتستقبل إشارة. لذلك هذا سؤال كبير جدا، هل هو برنامج ونطبقه فقط؟ لو برنامج نطبقه ضمن منظومة، بالتأكيد الجواب هو شنو، هو عبارة عن منظومة متكاملة تشمل كل مفاصل العمل في التعليم في المؤسسة التعليمية.
ما ممكن أنا أترك جانب وأعوف جانب حتى أطبق تعليم الإلكتروني. هذا الكونسبت يجب أن نفهمه. عملية إحنا طبعاً الحمد لله والشكر أساتذتنا الكرام الأفاضل بسبب ظروف الجائحة انطلقوا انطلاقة بديعة، والكل بدأ تستخدم جوجل، قسم قدم بدأ تستخدم المودل، قسم قد تستخدم إلى آخر عدد دحش على التجارب الجامعات اللي ما كان عندها تجارب، انطلقوا كلهم وانطلقوا انطلاقة حلوة، وكل من نفذ وقسم من عندهم نفذ خلينا نقول نفذ بما هو ما هو معلومات عنده، بما هو ما امتلك من معلومات من درس من قرأ وكمل. بس احنا سأجد شنو دنبني بناء صحيح. فلذلك التعليم الإلكتروني هو عبارة عن منظومة، ومنظومة في نظام، ويجب أن تعمل في بيئة. ما ممكن أي واحدة من ذني تخرج عن الخط يصير عندي خلل. على سبيل المثال هسه واحد يسألني، أنا أقول له إحنا الوزارة اقترحت أن اتصال وتواصل، من نوصل اتصال وتواصل على بعض المؤسسات اقترحت تسأل نسوي اختبارات، ما نسوي اختبارات. النظام العام هنا شي يقول لك لا نسوي اختبارات، نسوي اختبارات لأغراض التقييم. لذلك أكون نظام يحكم الموضوع. ما هي عملية أنه هنا أنا فقط أطبق تعليم إلكتروني، وما هو التعليم الإلكتروني اللي حطبقه أو شكله أو طريقته أو وسيلته. لذلك إحنا اليوم محاضرتنا بعد أن شاب دكتورة لوري كملت الموضوع بالمحاضرة الأولى وشاب أشبعتنا خلي نقول بالمعلومات الغنية والقيمة في مفهوم التعليم الإلكتروني وكيف يعمل التعليم الإلكتروني وما هو دور التعليم الإلكتروني. بس إحنا لنرجع هسه هنا إيش نسوي؟ نعلمكم على على صناعة المنظومة، منظومة التعليم الإلكتروني. لأن الوزارة رجعت وقالت أكرر، هو التوجه بالعالم كله مو بس بالعراق أن تكون التعليم الإلكتروني دائمي. نعم احنا هسه نبديه، بس اكو مثل يقول الوصول متاخرا خيرا من عدم الوصول. لذلك احنا يجب ان نصمم تعليمنا الالكتروني يكون تصميم بيئه تعليميه صحيحه. هاي البيئه التعليميه شلون نبنيها؟ ما هو الطريقه الها؟ كيف نبنيها؟ طبعا لي قدام هو التعليم الالكتروني شنو وضحت الدكتوره لورا يعني ما ارد اعيده. هو هنا يقول one of learning patterns in which the individual المتعلمين يستخدمون كمبيوتر، يستخدمون سمارت فون، يستخدمون تابلت، يستخدمون الانترنت، ممكن ايضا يستخدمون الاوفلاين، ممكن انطيهم البرامج والتعليميه، هذا كله تعليم الكتروني. اذا هنا صار عندي اكثر من طريقه بايصال الماده العلميه. اذا عندي صار لازم شنو؟ لازم احسب انه اكو طالب حيتعلم بالتعليم الالكتروني انترنت، هذا اسميه سنكرونايز، واكو طالب ما حيتعلم بالتعليم اسميه انسنكرونايز. اذا انا شلون هاي البيئه كلها اتحكم بيها؟ هل هذا يكون احتياطيه عشوائيه؟ نعرف كل الزين احنا اذا صار خلل في عمليه تطبيق من جزء من الاجزاء ايش حيصير؟ حيصير الباقي للتعليم، ما بيها اي نقاش. التعليم هو تعامل مع بشر، ما بيه مجال للغلط. يجب أن يكون محكوم، يجب أن يكون محكوم بجوانب تعليمية وتربوية دقيقة جدا. أكرر مرة أخرى، هو إحنا يعني واحد من أهم أسباب نجاحنا في تطبيق اعتماد التعليم الإلكتروني أن ننجح في اعتماد التعليم الإلكتروني وفق الأسس العلمية التربوية الصحيحة. إذا إحنا بلاي البيداغوجيز أو بلاي الجانب التربوي أو أهملناها للجوانب التربوية، بالنتيجة إحنا إيش حنوصل؟ حنوصل إلى أنه عندنا نسويه هو عبارة عن wasting time، عبارة عن ضياع بالوقت. لا حيعرف التعلم، لا حدا يحد له الطالب حيتعلم، لا المدرس حينجح في إيصال المادة، حيصير إرباك بالعملية. إحنا في غنى عنه. ليش ما نبني منظومتنا من البداية بناء صحيح، طريقة صحيحة، فهم التعليم الإلكتروني. دكتورة لوري وضحت ما هو التعليم الإلكتروني. إحنا اليوم حنوضح لكم حضراتكم ما هو مفهوم بيئة التعليم الإلكتروني. ما هي مفهوم بيئة التعليم الإلكتروني؟ هذا السؤال مهم جدا، أترك لحضراتكم ونستمر بمحاضرتنا. لي قدام لازم نعرف ما هو التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني عملية مسيطر عليها بالتعليم، عملية دايناميك، مو عملية شنية ستاتيك، عملية مستقرة. ده تلاحظون هنا ايش كاتب نان لينير. ليش؟ لأنه أنا عندي أكثر من طالب، أكو طالب يتعلم من مرة، أكو طالب يعيد القراءة، أكو طالب يحتاج إنه أستخدم أكثر من مصدر. لذلك أنا هذه كلها شنو لازم أحسبها؟ أحسبها وأحط شنو مالتي شانل، ذلك أنفورمال، طبيعة مو طبيعية. هذه كلش مهمة. وصلتني ملاحظة يقول على كيفك، أنا والله غير منفعل أقدم لكم على كل أعتذر جدا. فلذلك أنا يعني هذا الموضوع أنه التعليم الإلكتروني هي عملية دينامية، عملية التعليم الإلكتروني دينامية. سواء واحد يسألني سؤال كبير جدا ويقول لي لعدد تب هالحالة التعليم بالصف التقليدي هل هو تعليم ستاتيك؟ أقول له لا عزيزي، المفاهيم ايام زمان كان نعم التعليم ايام التعليم الصف التقليدي او الفيس تو فيس مثل ما يسموه بالعالم كان نعم ستاتيك، لكن مع حدوث وسائل التعلم يعني مدرس هسه على سبيل المثال يدرس بصف تقليدي بس عنده صبوره ذكيه،
هذا هنا صار دايناميك. لذلك عملية التعليم بصورة عالم بالعالم كله هي حاليا صارت شنو؟ صارت هي عملية دايناميكية وليس عملية شنية، عملية ستاتيك. يجب أن نفهمها، يجب أن يكون أكو قبل كل هذا الشيء أنه أكو نقطة مهمة جدا، أنه الطالب تغير، طبيعة المتعلم تغيرت. بالإضافة لكل هذا أنه إحنا المواد التعليمية أو البلاتفورم اللي نستخدمها لتعليم الطالب شنية هي تكون مستقلة، لها طريعة، لها استندرات. فلذلك هاي قدامكم مجموعة من خصائص التعليم الإلكتروني فيما يخص شنو؟ يخص البيئة. أنا أرجع أقول أنا مدى أشرح موضوع التعليم الإلكتروني دكتورة لوري شرحتها، أنا مدى أشرح للبيئة. بنفس الوقت ما هو التعليم؟ التعليم الإلكتروني is not، هو ليس هو شنو؟ هو ليس بيئة يعني استاتيك. بس قبلها أكو نقطة مهمة اللي هي بالأعلى، التعليم الإلكتروني ليس تحت سيطرة الموجه أو المعلم. نقطة كلش كبيرة وأقف بيها، نقطة اللي يقول كباري هاي قدامكم، هو is not linear، هو غير linear، هو form يعني not formal، not standard، not single channel، إنما channels متعددة. ولذلك إنه أنا لازم أنتبه إنه ذني كلهم من التعليم الإلكتروني، هذني كلهن هو ليس. قلتكم ما هو التعليم الإلكتروني بالبيئة، وقلتكم هسه حاليا شنو is not. بس أوقف نقطة مهمة وأوقف بها طويلا، هو e-learning is not instructor controlled. هذا مفهوم جديد نتوقف به طويلة. إذا هو العلم تحت سيطرة الانستركتر أو الموجه، تحت سيطرة منه؟ تحت سيطرة منه؟ إذن لازم أعرف كل زين تحت سيطرة منه، وأفهم الموضوع بشكل صحيح، وأفهم وين رايح أني، كيف يكون التعليم الإلكتروني. المفاهيم الحديثة بالتعليم الإلكتروني، أنا طبعا هاي أكو سلايد أنا قدمته هنا، أرجع لو سمحتوا لي بس لحظة صار عندي خطأ بيه، العفو بس صار عندي خطأ. لا مرة ما أخذ مني عمار أفضلي علقت السيستم. التعليم الإلكتروني بالمفاهيم الحديثة الكور مالته هو الطالب. سابقا بالمفاهيم الحديثة كان الكور مالته هو المعلم او المدرس او الانستركتور. هسه حاليا بالمفاهيم الجديدة الطالب هو محور العملية التعليمية. انا سألت بالبداية تعليم لو تعلم منو اللي يتعلم؟ منو يصير عدة التعلم؟ اذا هذا اجابة للسؤال. اذا احنا نقول نجي هنا ونقول سؤال مهم، هل التعليم هو تحت سيطرة المتعلم؟ لا، التعليم الإلكتروني هو يكون الكور بي من وين؟ الطالب وليس المدرس. المدرس يكون دوره إرشادي وتوجيهي فقط. ولذلك أكو طريقة بنتعرق التعلم الإلكتروني هي شو نسميها؟ نسميها التوتوريال. والطريقة أكو أنواع متعددة من طرق التعليم الإلكتروني، هي طريقة التعليم الإلكتروني بالإرشادية اللي هي شنو يكون بيها الانستركتر، هو يكون بيها عملية شنو؟ عملية مسيطر على عملية التعلم. في عملية التعليم الإلكتروني بالمفاهيم الحديثة بالتوجهات الحديثة التربوية والتعليمية، خصوصا بعد ثورة الهواتف النقالة، ومن ثم بعد ثورة الهواتف النقالة ثورة الاتصالات اللاسلكية، بغيرت بيئات التعلم تماما وخلت التسيطرة باتجاه المتعلم، أن يتعلم المتعلم وفق قدراته، وفق قابلياته، وفق الأسلوب اللي يريده، anywhere anytime by the way that he can learn. هاي النقطة كلش مهمة. إذا منو المسؤول عن منو محور العملية التعليمية؟ إذا الطالب هو شنو؟ هو المحور العملية التعليمية. وصار shifting متكامل من عملية إنه يكون المعلم هو محور العملية التعليمية، إلى أن يكون هو مرشد وموجه، إلى أن يكون الطالب من هو كور العملية التعليمية. هذا المفهوم الحديث بالتعليم والتربية بالعالم حاليا، الكل تعمل به، الكل تعمل عليه، الكل تحمل على إنجازه. وأرجع وأقول السبب الرئيسي في هذا الموضوع هو أنه المتعلمين أو إحنا كبشر ما نشابه، ما نصابع الإيد متشابه. كل بشر، كل إنسان يختلف عن الثاني، كل واحد يتعلم بطريقة، كل واحد يتعلم بأسلوب، كل واحد عنده إمكانيات وقدرات تختلف عن الثاني. لذلك دائما نرجع ونقول إحنا يجب أن نصمم بيئتنا التعليمية باعتماد من اعتمادا على المتعلم مالتنا،
معتمادا على قدرات مدرسنا. مع ثورة الصناعات الحاسبات الشخصية وتطور معالجاتها وهبوط الأسعار، هذه الثورة شو وقت كانت؟ كانت بداية التسعينيات، هاي سنة بداية التسعينيات صارت ثورة الحاسبات البي سي بين قوسين، انتشرت انتشار كبير جدا، بدأت أسعارها تنزل، شاع استخدامها، بنفس الوقت الإنترنت بدأ يظهر بشكل واسع جدا بال 87، صار شو عندنا؟ صار عندنا ظهر للعالم الرقمي عالم من جامعة جورج واشنطن، هو الأستاذ دكتور بدر الهدى خان، صمم نموذج للتعليم الإلكتروني. هذا النموذج هو مو تصميم تعليم الإلكتروني، هذا تصميم بيئة التعليم الإلكتروني. هسه حاليا أنا الحديث اللي أحكيه حضراتكم لربما أنا قلتها قبل كم يوم، هو عنده يمكن ألف، لربما هو مو ألف، 10,000 يمكن 20,000 جامعة بالعالم تتبع نموذجه، وهو نموذج متكامل، وهو حقيقة أوجد التعليم الإلكتروني بشكل الحقيقي، بشكل اللي إحنا هسه بيه حاليا نشوفه ونتعامل بيه. لذلك صوّف النموذج، كان النموذج أكثر من رائع، حسب حسابات بيئة التعليم الرقمي الإلكتروني بكل الحسابات. طبعا كان إنه سنة 2018 بدعوة كريمة من جامعة الفلوجة وباستضافة من وزارة التعليم العالي، استضافته في بغداد وقدرنا ندعوه، إجانا الرجال، وهذه الصورة لحضراتكم تشوفوها، بدر هدى خان هو فندق بابل يشرح لنا المحاضرة مالته، حاط علم العراق تشوفوها، لنموذج التعليمي كيف نصمم بيئة التعليم الإلكتروني بالعراق، حتى بدنا نوضح لكم. خان شي يقول an initiative approach for delivering well designed learner centered، انتبهوا learner centered، يقول منو learner و centered، اذا كور العملية او محور العملية منو هو learner وليس teacher. interactive and facilitated learning environment to anyone any place anytime by utilizing the attributes and resources of various digital technologies along with the other forms of learning materials suited to open and distributed learning environment. هذا المفهوم مالته، هاي النظرية مالته، النظرية التعليمية والتربوية اللي من سنة 95 لحد الآن هي قائمة، وحقيقة يعني سبق زمان الرجل، وكان مبدع في التصميم. ايش سوى مبدع بالتصميم؟ شلون صممها؟ خان فريم ورك، هو سوى فريم ورك، سوى إطار عمل لتصميم البيئة تتكون من ثلاث أجزاء، جانب تربوي وجانب تكنولوجي وجانب إداري. صمم بيئة التعلم إلى ثلاث جوانب، الجانب الأول هو التربوي أو التعليمي، والجانب الثاني هو شنو هو التكنولوجي، والجانب الثالث هو شنو الإداري. قال آني أي واحد إرباك بأي ذني أي إخفاء أي خلينا نقول أي عملية ارتباك في أي واحد من هاي العناصر، أنا بالتأكيد أنا حيصير عندي خلل بالبيئة التعليمية بالتعليم الإلكتروني. لذلك أنا يجب أن أحسب حساباتها ونتبه. سوى لغرض هذا الإنجاز سوى شنو؟ سوى نموذج ثماني من ثماني الأضلاع، هم يسمون نموذج خان هذا قدام حضراتكم، طبعا بالنسبة الإجابة هم موجودة داخل النموذج، جانب تربوي، جانب تكنولوجي، جانب تقويم، جانب إدارة، جانب دعم المصادر، جانب أخلاقي، وقسمها. هذا نموذج خان حسب به حسابات البيئة التعليمية، حقيقة أبدع. وهذا النموذج دا أقول هذا صممه سنة 95 مو اليوم، ولحد الآن يشتغل. ودا أقول أنا ذكرت رقم إنه هو أنا اللي أعرفها حاسبها الحضرة حاسبها البدر الهدى خان شخصيا، يعني عندي علاقة شخصية بالرجل وعندي علاقة طويلة، يعني كونه هو خلينا نقول أبو التعليم الإلكتروني بالعالم، حاسب لأكثر من 1000 مؤسسة تعليمية بالعالم تتبع نموذجه وتستخدمه، حتى عندنا بالوطن العربي كثيرا، وعندنا كتب يعني ترجمت إليه، وصمم بيئات تعلم تعليم، صمم جامعة السويس، صمم الجامعة السورية، صمم هاي التعليم الإلكتروني بها، والجامعات العربية اللي انطلقت بهذا المجال، الجامعة المصرية الإلكترونية، الجامعة السعودية الإلكترونية، جامعة حمدان بن راشد، كلها وتصميمه كلها تبع الشغلة، ونجحت في عملية الوصول في تحقيق تعليم إلكتروني، تعليم عن بعد، تعليم مفتوح، كل هذا قسمها هذا قبالكم الانستيتيوشن الى مجموعه من الفقرات اللي يجب ان تحسبها بحسابك، عند التصميم البيئي، المانجمنت، التكنولوجيكال، البيدجيكال، الايثيكال، الانترفيس ديزاين. احنا انا طبعا بالنسبه لي كشخص وحكم الخبره وباعتبار انا ادرب، انا دائما اقول انه التكنولوجيكال ممكن التكنولوجي ممكن احله بسهوله بهاردوير وسوفتوير، المؤسسي اقدر ارتب المؤسسه، الانترفيس ديزاين اسوي اجيب واحد يصمم لي ويب سايت مرتب،
والإفالويشن عم تقل. بس أنا أوقف نقطة كبيرة جدا، ما هي التربوي أو التعليمي. التربوي والتعليمي عنصر مهم جدا، ولربما هو سبب النجاح أو سبب الفشل. نجحت في حساب العوامل التربوية والمؤثرات التربوية واستلزمت بالمعايير العالمية أو الاستندارات العالمية في الجوانب التعليمية والتربوية، نجحت. من تبدي الدقول أناليسيز، أنا دي قدام الكونتينت محللة، حضراتكم الأودينس منهم محللها، شلون حقدم محاضرتي، ما هي الطرق التعليمية، ما هي الأسلوب، شلون أنظم محاضرتي، ما هي طرق الموازجة. هاي إذا قدرت أحسبها كل زين وقدرت ترتبها، أنا أنجح بتحقيق بيئة التعليم الإلكتروني والتعليم الإلكتروني فعال. ما حسبتها أو كانت اعتباطية أو كانت عشوائية، أو لربما يعني نقول إحنا كلنا نمتلك خبرات تدريسية، كلنا بداخلنا خبرات تدريسية عميقة، يعني أنا أعرف حضرات قسم من حضراتكم الموجودين عنده خبرات بالسنين يعني بالعملية التعليمية والتعلمية وشون ينظمون عملية التعليم. بس أرجع أقول عملية التنظيم في أنفلوب، في بيئة، في هاي البيئة هي عبارة عن جزء من سيستم. هذا الموضوع كلش مهم، لأنه أي خلل بيها ممكن شي يسويه، ممكن يربك. أنا بصورة عامة على سبيل المثال، أنا إذا أشرح لحضراتكم بدورة، أنا عادي ما أعرف نفسي ولا أقول شنو الأهداف، رأساً أبدأ المحاضرة وأطلع. بس أنا جاي اليوم أعلم، أعلم بستندرات وده أعلم تعليم الإلكتروني. شفتوني قدمت الأهداف، عرفت نفسي، حطيت سؤال بالبداية، أعطيتكم مش هشرح، اتبعت الطريقة، عرفت الأودينس مالتي من هم أساتذتي وزملائي، ولربما أساتذتي الكرام أيضا هم بالتعليم العالي العراقي. سويت عملية أناليسس في إعداد المحاضرة مالتي، هذا اللي دعا إليه خان ونجح في تصميم بيئة التعليم الإلكتروني. مو بس هذه، إنما جت الشركات اللي سوت السوفتويرات بالعالم أو الشراكات البرمجية بما فيها جوجل كلاس روم، معتمدة على اليمن، معتمدة على نموذج خان، وتعترف شركة جوجل بنفسها إنه هي الفريمورك مالتها أو إطار العمل مالتها هو معتمد على اليمن، على خان، معتمد على نموذج خان. وتذكرها أيضا حتى اجتماعات المطورين دائما مالتهم يدعون لها خان ويقولون لنا أبديت علي كل شيء. طبعا خان يدعو دائما إلى بالفترة، يعني خلينا نقول الرجال بحكم الخبرة إليه، عبالك كان حاس بال بما سوف يحدث، يدعو إلى تفريد التعليم أو يكون التعليم فردي. حقيقة هاي اللي هسه دمر بها بسبب الجائحة، احنا نحاول نتواصل وتواصل، بس نرجع ونقول للطلاب بدي يتعلمون كل واحد وحده. أبالك الرجل كان حاسبه في حساباته، ولذلك أقول إنه النموذج اللي صممه سنة 95 واللي مر عليه هسه حاليا أكثر من 25 سنة ناجح جدا، ولذلك احنا قررنا نشرح لكم اياه حتى تعرفون كيفية البناء المؤسسي للتعليم الإلكتروني لخلق بيئة لخلق منظومة تعليم إلكتروني في بيئة تعليمية ممكن ان تكون رقمية سليمة. هذا بالعربي ايضا رفعنا لحضراتكم شنو العناصر مالته. هو بالنسبة لخان ماكو شيء محاسب حقيقة، الرجل في تصميمه ماكو شيء. هاي قبلكم حضراتكم وتشوفوا، هو يسمى النموذج الثماني وهياته موجود، أنا كاتبها لي قدام جوا كلمة التأخير جوا كلمة التقويم، إنه هذا النموذج شنو، نموذج بدر الهدى خان. هذا زيارة خلال زيارة للعراق ومحاضرته، وهذا ويا قاعد يا دكتور فؤاد ودكتور عباس رئيس الجامعة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هاي بالمحاضرة مالته من إجل بغداد يوم 20/11/2018. زارنا وقعنا محاضرة كانت قيمة جدا وحقيقة استمتعنا بيها، ويعني كان من الرجال موفق جدا في الطرح مالته. بقى 4 أيام ببغداد وغادر، وحيرجع مرة أخرى يوم شهر 8، وحنا حنستضيف الأسبوع القادم أو ما بعد القادم إن شاء الله. نجي للوزارة مالتنا حاليا وظرف الجائحة، هل نقدر احنا نطبق التعليمات البيئة التعليمية اللي ديتعوا إلها حتى نطبق تعليم الإلكتروني ذني كلهن اللي ذكرهن؟ أنا أذكرهن، أرجع أذكر لكم إياهن، يعني عملية حتى أصممها أحتاج هاي العناصر كلها أحسبها حتى أقدر أطبق تعليم إلكتروني. لا، أكو نماذج أخرى، أكو نموذج، إحنا هذا هو النموذج اللي نشتغل عليه. سوينا تحليل، سوينا coordination، سوينا access للlearning environment، بدنا جلسات لعملية teaching والlearning باستخدام المنصات اللي يردوها، education policy قلنا لهم إياه، قلنا لهم إنه أنتوا لازم تقدمون معلومات، تسوون اختبارات لأغراض السعي فقط، تجمعون معلومات للطلاب، ماكو اختبارات،
بعدين سوينا التيتشرز اند اذر ادكيشن بيرسونال اعطيناهم حريه الاساتذه مالتنا. هذا شنو؟ هذا هو النموذج اللي نشتغل به هسه حاليا كوزاره وكتربيه ايضا اللي نتبعه حاليا. هذا قبال حضراتكم وناجحين به الحمد لله والشكر. احنا كفريق وزاره اعتمدناه وانطلقنا بالتنفيذ مالته. سوينا الانفايرمنت اللي نشتغل به او البيئه اللي نشتغل بها مثل ما وضح لحضراتكم، سوينا لها امكانيه الوصول اليها وحتى نجحنا في تحقيق نسب دخول كبيره. بعدنا حريه الاساتذه اللي يدخلون، بس اكدنا انه لا يكون بس البي دي اف، هاي التيتشنج اند ليرنينج. بعدين سوينا الاديوكيشن بوليسي وانطينا المجال ان الاساتذه يتعاملون تعامل فردي. نجحنا لحد الان، وصلنا بنسب مرتفعه جدا الى تجاوزنا 70% من الاعتماد التعليمي الالكتروني ولربما اكثر. هاي طريقه النموذج التعليم الالكتروني المتبع الان في العراق في ظروف الجائحه. لا حد لا يتصور ان التعليم الالكتروني هو عمليه يعني هي مجرد اساتذه اشتغلوا طبقوا. نعم اساتذتنا كانوا مبدعين حقيقه وانطلقوا انطلاقه كل جميله وانطلقوا يعني باختلاف يعني الطرق والتعدد اللي استخدم جوجل، اللي استخدم الزوم، اللي استخدم وسائل التواصل، كل واحد بطريقته المحدده لانه كان توجيه الوزاره واضح توصيل وتواصل. لذلك احنا كلها تدخل في اطار المفهوم التعليمي، بس احنا لازم نرجع عشان نسويها نوحدها، لان الوزاره ايش قالت؟ اعتماد التعليم الالكتروني وبرنامجنا يهدف اللي احنا ندرب حضراتكم به الى بناء منظومات تعليم الكتروني سليمه على اسس علميه وتربويه وتعليميه. اكرر مره اخرى، هدفنا بالبرنامج انه نعد مدربين يرجعون يدربون مؤسساتهم لهدف شنو؟ انه نخلق تعليم بيئه تعليم الكتروني فعاله مزيجه دائميه على اسس علميه وتربويه. حترجعون حضراتكم بهاي الخبرات اللي اكتسبتوها، تعرفون شنو خان شلون نبني البيئه، ترجعون تدربون زملائكم بالجامعات، تطلقون عمليه التدريب لحضراتكم، اكتسبتوا من الخبره الكثير، بناكم المبادئ مال العلم الكامل، تنجحون انتم في شنو؟ في رفع المستوى واعاده التعليم الالكتروني وتطبيقه بالشكل الصحيح حتى نكون شنو؟ نقدر احنا نلتحق بالركب العالمي اللي يعتمد التعليم الالكتروني حاليا بالعالم. نجاحنا طبعا كنجاح كمنظومه اشهدت به اليونسكو كلكم تعرفون، ونجحنا به الى حد بعيد الحمد لله والشكر. بس ارجع واقول نجحنا مو احنا، انتم نجحتوا. احنا انتم اللي انتم حتروحون حد تدربون هسه حاليا زملائنا من الاساتذه الاخرين والكرام. واني ارجع واقول انه حقيقه مو مدحن بزملائي، بس اللي عندكم هوايه، الخبرات اللي عندكم رائعه. دورنا احنا بهذا البرنامج التدريبي هاو تو كوردينيت اند اورجنايز، لا اكثر ولا اقل، لنعلمكم، لنعطيكم البيسز، لنعطيكم الاسس الصحيحه، لنعطيكم شلون تكملون الطريق للوصول الى الهدف. انتم مبدعين، انتم رائعين حقيقه. يعني انا هسه من دا انطيكم محاضره لربما انا قلتها قبل بدايه المحاضره، انا 33 سنه مشتغل بس خايف من عندكم. ليش؟ لان انا اتعامل ويا فطاحل، ما دا اتعامل ويا من؟ ويا ناس مبتدئين. بالتاكيد هذول الفطاحل عندهم اسئله، عندهم طرق حتعلم منهم. انا واحد من الناس فلسفتي بالتعليم، انا اتعلم من الطالب مالتي ايضا، يعني احسب حسابي انه انا من ادخل ادرس الطالب مالتي انا ايضا طالب. هاي فلسفتي وعفو طلابي اللي انا مدرسهم، دائما اتعلم من عندهم واسمع لهم واكتشف قدراتهم واخرجهم. ارجع واقول هدف البرنامج اللي ندربكم به حضراتكم هدف كبير جدا وعظيم. هو مو عمليه تدريب، مو نعيد لكم تدريب، ان نعرف عندكم خبرات صارت وعندكم انطلاقات صحيحه، بس احنا هدفنا شنو؟ تو اورجنايز اند كوردينيت هاو تو جو تو اور كومبليت تارجت افتر. هدفنا كبير جدا، معتمدين على رب العالمين اولا واخرا، ومعتمدين على حضراتكم انه انتم بعدين تكتسبون هاي الخبرات حتنتقلون الى مؤسساتكم التعليميه، تعطوهم الخبره وتدربوهم. بالنتيجه ايش حيصير؟ حيصير عندنا مجموعه من الاساتذه الاكاديميين العراقيين المبدعين اللي هم اصلا مبدعين، وانما نقول زادوا ابداعا. بدائل التعليم اللي حدثت وزاره التعليم العالي لاحداث التواصل مع طلابنا حسب توجيهات الوزاره، شوفوا حضراتكم ملف صوتي، فيديو، اختبار قصير، سوي منتدى، ارفع بي بي تي، ارفع بي دي اف، كلها هذه كلها مسموحه لحضراتكم، هذه كلها مسموحه لحضراتكم. بس انا ارجي اقول هنا السؤال ارجعه، هل من اقدم الملف البي دي اف مثل ما اقدم الملف الباوربوينت؟ لو من اسوي كويز، لو من اشارك ملف فيديو، لو اعطي بس صوت؟ كل واحد الى ميكانيزم، كل واحد الى طريقه. أنا على سبيل المثال لنفترض هسه احنا حالة
انه اكو طلاب لربما ما عندهم يعني خلينا نقول يعني جدلا اجهزتهم او الانترنت في منطقتهم ضعيف، انا انزلهم فيلم فيديو ايش حيصير؟ حصير ارباك ما حيقدروا يستمعون. لذلك هذه عمليه تصميم البيئه، عمليه ايصال الماده التعليميه، نانا هذا شو نسميه؟ تهيئه الماده او ما يسمى الماده العلميه اللي حتوصل للطالب لغرض ان يتعلمها نسميها الاي كونتنت او الماده التعليميه الالكترونيه، شو نسميها الاي كونتنت او الماده المعده التعليمي الالكتروني نسميها الاي كونتنت. هذه مهمه جدا وحقيقه العالم يجي يقولون كل العالم لربما التعليم الالكتروني هذا ذكرته بنموذج خان حوالي خلينا نقول لربما انه الى كل 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 المعايير الاخر ما يتجاوز ال 40%، بس ال 60% كلها المن للاي كونتنت. يعني انا من بالدرس التعليمي مالتي اعكس فلسفتي التعليميه والتربويه بطريقه الطرح، بطريقه اسلوب الطرح واسلوب الطرح، هذني كل الجوانب التربويه والتعليميه ارجع اقول نسميها البيدوجوجيز. ممكن انا ارجع اكرر مره اخرى الكلام اللي قلته، ممكن اجيب احدث تكنولوجيا بالعالم، ممكن اجيب كل شيء بالعالم، ممكن تكون المؤسسه مالتي هارفارد وكامبريدج واكسفورد، بس بالنتيجه اذا كانت الماده التعليميه مالتي اللي رايحه للطالب ما مغطي الجوانب التربويه والتعليميه. على سبيل المثال مثلا صغير جدا كل محاضره فيديويه 3 ساعات، اكو طالب حيتعلم مثلا ده هي 3 ساعات؟ لا ما ممكن. اذا الماده انا اشرح ماده على سبيل المثال اضرب امثله عشوائيه بعدين حدخل بيها، اذا كانت الماده التعليميه مالتي انا هي مثلا الحد الاقصى للكونسبت اللي موجود بالتعليم الالكتروني هو 3 كونسبت المولسن، لا تعطي اكثر من 3 مفاهيم تعليميه في درس واحد، اذا انا اعطيت 10 مفاهيم ايش حيصير؟ حيصير الطالب حيتيه ما حيفقد التركيز، تجاوزت بالمده الاضافيه. ذني كل شيء ذني جوانب تربويه بيدوجوجيز، هذه يعني لساتذه الزملاء انا اليوم دا اعرج عليها مرور الكرام، وبس انبه الى اهميه انبه الى اهميتها وانبه الى خطورتها. اكرر مره اخرى لربما اني ادي جوجل بارقى امكانيات استخدامه، استخدمت الفيديو واستخدمت الاختبارات واستخدمت كل وسائل التواصل وسويت ايضا الجريد بوك والى اخره، وبنفس الوقت استخدمت الروبريك بعمليه التقييم والى اخره، استخدمت استخدام كامل. بس ارجع اقول ان الماده اللي اعطيتها للطالب او الماده التعليميه اللي اعطيتها للطالب هي ما مبنيه على اساس علميه وتربويه، ايش حيصير؟ ما يحدث تعلم بالنتيجه. شنو اخفقت لو ما اخفقت؟ اخفقت. لذلك انا ارجع اقول الجوانب التعليميه الجوانب التربويه، واحنا نتعلم. يعني انا اذكرها هسه من باب الذكر انه انا والدكتور عدي قبل اسبوع بالضبط كانت تكون محاضره تربويه احضرناها من البدايه للنهايه، كنا كلنا مشغولين وعندنا اجتماع بالوزاره، مع ذلك عفنا كل شغلنا وقعدنا نستمع للمدرس كانما طلاب صف اول ابتدائي، ولا عبالك انه بس نريد نتعلم. الجوانب العلميه والتربويه التعليميه العفو والتربويه بحر يجب ان نلم بتفاصيله حتى ننجح في اعداد ماده تعليميه راقيه لطلابنا ونفيدهم. هذا نسميه تطوير المحتوى. حتى ننجح في تسليم ماده تعليميه لازم عندي منهجيه في تطوير المحتوى التعليمي. هنا انا مضطر استخدم مبادئ التصميم التعليمي اللي هي شنو الانستركشنال ديزاين اللي هي الادي مثل ما يسموها الاناليسيس ديزاين ديفلوب امبلمنت ايفالويشن. هاي مكتوبه قدامكم العناصر. اول شيء انه انا احلل الماده التعليميه شلون اعدها، احلل مكوناتها ومن ثم اصممها واسويها، ورا ما اصممها اكتبها برنامج واحولها الى ان كانت بي دي اف وان كانت ملف فيديو ان كانت ملف صوتي او الطريقه الاخرى، ومن ثم اسوي لها تطوير وافحصها وتشيكها ومن ثم انفذها بالدخول على الطلاب مباشره، وبعدين اسوي عمليه التقويم او الافاليويت. هذا اللي ما بيه مجال، هذه مبادئ تصميم تعليمي. انا دا اشتغل بموضوع تعليم وتعليم الكتروني، دا اقدم مواد الكترونيه، اذا يجب ان اتبع مجبرا او مو مجبرا انما يجب ان اتبع موضوع مهم جدا. الشاشه بس لحظه اذا امكن اخوان هاي قدام حضراتكم what makes good e-learning، ماذا الذي يصنع التعليم الالكتروني الجيد؟ 4 عناصر، أولها ما هو التصميم التعليمي instructional design،
ما هي أهم عواملها؟ الانستركشنال ديزاين أو التصميم التعليمي، بعدين إعداد المادة التعليمية لجرافيك ديزاين لتظهر الطلاب، طريقة الإيصال، ومن ثم طريقة الفيجوال كوميونيكيشن. هاي العناصر الأربعة إذا نجحت في التحكم بها هي عناصر التعليم الإلكتروني المصمم تعليميا. هاي العناصر الأربعة يجب أن أتحكم عليها بدقة حتى أنجح في شنو؟ أن أنجح في تحقيق good e-learning أو التعليم الإلكتروني جيد. هذه العناصر أوقف عند النقطة الأولى هي شنو instructional design. ما هو instructional design؟ ما هو التصميم التعليمي؟ التصميم التعليمي هذا التصميم التعليمي أنا أحلل، أصمم، أطور، ومن ثم أطبق وأقيم. هاي قبالكم هي شنو هي؟ هاي عوامل التصميم. طبعا لكل فقرة من الفقرات أكو مرحلة عندنا إذا أقيم العملية البناء، التقييم البنائي للعملية، كل هذا نسميه سمتيف. وإذا قيمت لكل جزء، أنا حللت المادة وقيمتها، هذا نسميه فورماتيف. هاي عوامل مهمة بالتعليم الإلكتروني. هسه واحد يسألني سؤال مهم جدا، يقول لي أنا لكل مادة كل درس أسوي هاي كلهن؟ أقول له أي نعم، لكل درس هاي تسويها، بس أنت ما محتاج تسويها لأن it's already mechanism للمدرس. هي موجودة عند حضراتكم، موجودة في قدرات حضراتكم التعليمية، وموجودة شنو عندكم. إذا شوفوا عندي تقييم بنائي اللي هو formative assessments، وعندي التقييم الجمعي اللي هو شنو self-based assessments. هذه جدا مهمة في عملية بناء الدرس التعليمي. واحد يقول شلون أسوي summative assessments أنا أقول له هي مو استبيان، لا، إنما نتائج الطلاب هي already شنو formative، يعني summative assessments. الformative assessments هو أصلا أنتم تسوون كوزات وتحترمون تمتحنون طلابكم وتقيمون وتجيبون السعي مالتهم، هي اوريدي شنو عمليه فورماتيف اسسمنت. الدرس التعليمي الى مصاعر، هذا الموضوع انا ما هاخذه هسه، ما هشرحه، بس حبيت اوضحه. الدرس التعليمي الالكتروني الى معايير، هي معايير السكروم الوزاره اعتمدتها والعالم كله معتمدها، اللي هي شنو هي شيرابل كونتنت اوبجكتيف اوبجكتيف فيرسز موديل. معايير السكروم عباره عن ثلاث مجموعات من المعايير والمقاييس والمواصفات التراكميه تنمو مع الزمن المجمعة من مختلف الجهات التعليمية والتقنية، نموذج تجميع المحتوى الرقمي، البيئة المثالية، التتابع والتقصي. إخوان أنا هسه هرجع أقرأها نوت له. المعايير العالمية للتأليف التعليمي الإلكتروني أصبح الحديث أنها معيارية إلى آخره. معايير سكروم هي عبارة عن ثلاث مجموعات، تشوفوها حضراتكم الجو بالأحمر، عبارة عن ثلاث مجموعات من المعايير والمقاييس أو المواصفات التراكمية تنمو مع الزمن من مختلف الجهات التعليمية والتقنية، تكون بمجموعها مرجعا فنيا لصناعة المحتوى الرقمي التعليمي. والمجموعات الثلاث هي نموذج تجميع المحتوى الرقمي Content Aggregation Model، البيئة المثالية Runtime Environment، التتابع والتقصي. إخوان أنا هنا أوقف وأسألكم سؤال ووجه للجميع وأريد الإجابة على الشات مالته. هذا دا سوي صح أنا هسه بهذا السلايد؟ أكرر السؤال، هل أني أوجه سؤال لحضراتكم، أسوي فيدباك ويا حضراتكم؟ سلايد قريته وشرحته وعدت قراءته، هل اللي سويته صح لو غلط؟ أنا دحش تعليم الإلكتروني، دحش مبادئ علم النفس التربوي وعلم التربية وعلم التعليم، دحش أني أقول هذا سويته صح لو غلط؟ أسمع إجاباتكم على الشات. أنا بفتح الشات. شو تقولون صح لو غلط؟ شو تقولون صح لو غلط؟ عفوا دكتور، الإجابات دا توصل، كثير من الأخوان دا يجاوبون كلها خطأ مو صح. ليش دكتور مازن؟ السؤال دا بجاوبه لك إذا وجه للطلاب. كارثة من الكوارث، كارثة من الكوارث التعليمية أن أقرأ الشاشة اللي قلت. طبعا شكرا دكتور مازن، شكرا جزيلا لتداخلك، أنقذتني حقيقة، وممنون منك ومن دكتور عدي اللي تتابعوني. كارثة أن أقرأ الكونت، أقرأ مثل ما سويت أنا، حطيت الصورة قاعد أقرأ لكم. ليش الطالب ما يعرف يقرأ؟ لا يعرف يقرأ، ولذلك هذا الموضوع جدا خطأ. تجنبوا 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 هذا بالمادة التعليمية الإلكترونية. طبعا أنا ليش ذكرناها وليش ذكرتها وليش اضطريت اصلا لمعايير السكروم ادخلها؟ لانه وجدنا من احنا حضراتكم لتستخدموها بكثره،
خصوصا بالمحاضرات غلط القراءة. الطالب يقدر يقرأ، الطالب ما يدور لقراءه، ما يريد الشرح، يريد التفسير، يريد ما سوف تقدموه له من إضافة للمكتوب. لذلك يعني هذا النقطة مهمة. شكرا دكتور مازن، وشكرا للزملاء الأساتذة اللي جابوا. أتمنى لكم موفقين، وأنا قلت وش الطالب، قلت وأنا استفاد منكم قبل أن تستفادوا من عندي. دور المعلم بالتعليم الإلكتروني، إحنا ما نسميه يعني، لربما يزعلون مني يقول شلون تقول معلم. نعم إحنا معلمين، كنا في جامعة، كنا في إعدادية، كنا في متوسطة، كنا دراسات عليا، إحنا جامعة، إحنا معلم. وهاي ملاحظات قدام حضراتكم، حافظ على البساطة والوضع بإيزي بين قوسين. خلي الطلاب يحبوك، ادخل وياهم بسهولة، حاورهم، سولف وياهم، اللي الضعيف ساعده. هذه بالتعليم الإلكتروني دورها أضعاف مضاعفة مما هو في الصف. كلتنا مشغولين بالمحاضرات بالصف مالتنا، نطب المحاضرة بالدقيقة 12 نطلع بالوحدة ونص، قبل الثنتين لازم نكمل محاضرتنا حتى الطلاب يلحقون، الشارع ازدحام إلى آخره. بالتعليم الإلكتروني is a wide area wide space، يعني أرض مفتوحة وخصبة لأن يقدم المدرس للطالب مادته ما يمتلكه من روح إنسانية قبل العلمية. التعليم هو human process، عملية إنسانية، عملية إيصال مادة، عملية تعليم، هي مو عملية ماكينة ودخل بها الماكينة منها يطلع ناتج منها، لا، العملية عملية تعامل مع بشر، human، تعامل مع human، تعامل إنساني قبل كل شيء. لذلك أنا رجعت وأذكر في المثل الصغير، أنا كنت أركز على الطلاب، رحبوا بالطلاب مالتكم، دخلوا وياهم بيئة ودودة، سولفوا وياهم. وصلتني أكثر من مجموعة من الرسائل يقول والله يا أبا إحنا طلابنا كانوا ينهزمون من الصف، من قمنا نستخدم هذا الأسلوب ويا حضرتك اللي ذكرت لنا وعلمت لنا إياه، كل الطلاب تفاعلوا وكل الطلاب حبوا مدرسيهم، حبوا الدرس. وأرجع وأقول طالب يعني تأثير المدرس بالجامعة أو تأثير المدرس بالإعدادية أو تأثير المدرس بالابتدائية، هو مدرس، هو معلم. دائما في داخل الطالب هيبة للمعلم. قد يقول لي واحد غلطان، أنت نظريات تقول غير شكل بس تأثيره بالابتدائي، أقول لا غلطان، أنا مستعد أدافع عن نظريتي، أنا مو نظريتي، مستعد أدافع عن ما مؤمن به وما وصلت له من الدراسة بالأرقام. المدرس أو المعلم له وقع السحر على الطالب. واحد يقول الطلاب مالتنا كذا، طلابنا مدري ما يتطبعون الطلاب، هذا الكلام نعم، احنا ما نحكي على الشواذ، نحكي على الحالات العامة. المدرس دوره رائع بالظرف اللي احنا بيه، أنا ذكرته وأكرره وأعيده، دور المدرس هسه حاليا دور مدرسينا في خلق حالة الاستقرار المجتمعي عند الطلاب ومن ثم عند عوائلهم، دور وطني مميز جدا. هذا دور المعلم. وراها عندنا دور المتعلم او هو الطالب، ان يكون نشط، ان يكون عنده دافع ذاتي، عنده انضباط. ارجع هاي اللي قدام حضراتكم، منو كرييتد، منو يسويها؟ ارجع اقول هاي شغلنا، هاي امكانياتنا. ارجع اقول انا بدي اذكرها هنا لان حتطرق لها بموضوع محاضره قادمه بالاضافه، لان الاساتذه والاخوان الدكاتره من ايركس حيغطوها اكثر مني. هاي منو يخلقها وشون تنخلق؟ هذا جوانب تربوية كلتنا نمتلكها، كلتنا مبدعين بيها، كلتنا لربما عندنا أكثر ابتكارا مما نريد نقوله. بس أنا أقول شني، أقول إنه هي شني محتاجة فقط شنو، استذكارها، إذكارها. على سبيل المثال أنا أقول نقطة مهمة سأتطرق لها لحضراتكم، المقدرة على أداء المهام المتعددة. طالب يحل، يتابع، يقرأ. جربوا الطالب بالصف مالتكم شو يسوي؟ عندنا هسه حاليا الطالب بالصف مالتنا فقط يباوع، لازم الدفتر ويكتب، يسمع المحاضرة. كل اكشن ماكو، كل تفاعل ماكو، كل انتراكشن ماكو، هاي بالفيس تو فيس. التعليم الالكتروني ظروف الجائحة خلتنا نعرف طلابنا، خلتنا طلابنا نطلعهم، طالب يقرأ ويتابع ويدور مصادر ويتفاعل ويا الاستاذ مالته ويتفاعل ويا زملائه بالشات روم والى اخره. هذين كلهم شنو صارت؟ صار الطالب عنده ملتي كابابيلتي اوف دو، ملتي جوبز ات وان تايمز، يعني عنده قدره على انه شنو يتعلم، يعني يؤدي اكثر مهمه. بالاضافه لكل هذا انه شنو
الطالب لازم يتعلم. هسه حاليا احنا ما نقدر نراجع الطالب، الطالب مو يمنا، اكو تباعد اجتماعي. الطالب شنو هنا ظهر معدن الاخر، اذا خصائص المتعلم بالتعليم الالكتروني ظهرت عندنا. هسه مجرد احنا علينا شنو، وي هاف تو كنترول ذس انفايرمنت، علينا شنو نرتب هذا الموضوع ونخليه في بيئه تعليم الكتروني. هاي التعليم الالكتروني مبنيا على نظام، وهذا النظام بسوفت وير اللي هرجع اقلب الموضوع بالموضوع اعيده بشكل اخر. احنا عندنا باتجاه الجوجل كلاس روم، بدنا نتبع هسه حضراتكم على جوجل كلاس روم، اعطيناكم السوفت وير، ورا السوفت وير خلق البيئه خلق النظام التعليمي الالكتروني، وخلق النظام التعليمي الالكتروني شنو هو خلق البيئه التعليميه، ونجحنا بها، ومعناها احنا نجحنا. وحقيقه احنا بالطريق للنجاح. واحد يقول لي انا عندي طلاب 5 6 راحه و7 8 9 مداومه، الى اخر دوركم تجيبوهم. نقطه مهمه جدا، نقطه جدا جدا مهمه. كل التربويين بالعالم وكل أساتذة العالم يدعون إلى التعلم الذاتي. حقيقة التعلم الذاتي موجود، أو السيلف ليرنينج موجود بالعالم وموجود من زمان، ولا من 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 زمن أفلاطون هو التعليم اللي أكو لازم يشجع على التعلم الذاتي. السيلف الإنسان يعلم نفسه، مو بس ملا يتلقى من الطالب وما يسمع. بس التعليم الإلكتروني بشكل الحديث، أو مو بشكل الحديث إنما من أول ما أطلق، بس شكل الحديث في ظل ثورة الهواتف الذكية وثورة وسائل الاتصال اللاسلكية، خلت امتلاك مهارات التعلم الذاتي لا حدود لها، خلت لا حدود لها. يعني خلت الطالب مالتنا بين قوسين، أنا أرجع وأقول الطلاب مالتي مش تدرسهم كانوا يقولون استاذ احنا ما شايفين، يعني يعني موجود قسم من عندهم من المحاضرات ذيك تقولي هسه حاليا، قالوا استاذ احنا يعني متونسين. كلمة المتونسين يعني أرجع أقول هم متفاعلين، فرحانين، شيء جديد، براحتهم، المادة عيدها مرة ومرتين وثلاثة، يجاوب وإلى آخره، عدة تواصل، يسأل زملاء، يفتح كتاب. وفرت فد خصائص جديدة، فد environment تعليمي جديد. في هنا بالصف شنو وش عنده؟ مجرد مدرس دا يلقي محاضرة، لا يقدر يفتح كتاب، لا يقدر، لازم يتابع المدرس لربما إذا غفل، أو حتى إحنا في بعض الأحيان نكتب الملاحظات على الدرس، المدرس يقفز الى كونسبت ثاني او الى مفهوم ثاني، ضاع الاول وضاع الثاني على الطالب، خصوصا الطالب اللي ما يعرف يتواصل بسرعه، والمدرسين مالته احنا التعليم الجامعي الماده العلميه اللي يقدمها الطلاب مالته كبيره وكثيره، يجب ان تكون لها معد متعدده يعني مالتي ريسورسز، او ما نسميه احنا، وهذا حرجع له بالمحاضره بنهايتها، اللي هي شنو الريسورسز مالتنا، او المصادر او الموارد التعليميه يجب ان تكون مختلفه ومتعدده الاشكال. هذا واحد يقول لي هذا كله وانا حتى عبونه وتحدي، ايش حيصير بينا؟ ارجع واقول هي اول مره. نعم بالبدايه صعبه وكلش صعبه، قد يشوفها البعض وقد يعترض البعض، وهذا مقاومه التغيير هي موجوده بالنفس البشريه، صفت افتراضي وسجل الطلاب وجيبهم وتابع وياهم وإلى آخره. تحدي صار للمدرس، تحدي، وصار بنفس الوقت تحدي وعبء ثقيل على الطالب وعلى المدرس. بس التجربة ايش أثبتت؟ أثبتت أن العملية بس أول نقطة، بس أول انطلاقة، كون إيجابي، افهم الموضوع بشكل صحيح، سوي بيئة مثل ما أرجع أعيدها مرة أخرى، هي مادة العلمية مادتك على أساس علمية وتربوية، عندك الجوجل كلاس روم اللي هي المنصة مال التعليم الإلكتروني في بيئة التعليم، في منظومة التعليم، في بيئة التعليم، المنظومة هي الجامعة مادتك، الكلية مادتك أو القسم مادتك، وبيئة التعليم مادتك هي الجامعة أو الانفايرمنت أو الجو العام. علمنا بالتجربة، وموجود وياي دكتور عدي ودكتور مازن، بدينا ويا أساتذة دربناهم على إعداد، يعني هذا احنا نتكلم بلغة الأرقام، ما نتكلم احنا أرقام عشوائية. بدينا وياهم علمناهم يسجلون محاضرة من 5 دقائق، هذول مجموعة من التدريسين اللي سويناهم بايلوت ستدي صغيرة، في ظرف 10 أيام دققنا عليهم، كل واحد من هذول المدرسين محددين منجزين أكثر من 4 إلى 5 محاضرات إلى طلابهم. نعم يا بقى، انتوا احنا اشتغلوا فوق جدول زمني من
تعطي للطالب 4-5 محاضرات تسوي شنو شوك عند الطالب؟ قال لا أنا محضرها وطيها بالتوقيتات. قلنا له يابا احنا نريدك لايف ويا الطالب مالتك. قال يعطيهم يا لايف وانا وياهم ما عندي مانع عيده مر. هو قبلها مش ما يقبل يقول انا حاسب التعليم الالكتروني ضيع وقت شنو التعليم الالكتروني الى اخره. هذه كلها بس شنو بدا الخطوه الاولى فيرست ستيب افتهم الموضوع. وضحنا لكم دكتوره لوري اكرر وضحت لكم ما هو التعليم الالكتروني بس انا وضحت لكم ما هو منظومه التعليم التعليمي ما هي بيئه التعليم الالكتروني ما هو نظام التعليم الالكتروني ما هي عوامل التعليم الالكتروني الماتيريال اللي ساعدكم عند حضراتكم. هاي كلها تجمعوها تنطلقون بها تشوفوها العمليه جدا سهله. عندنا نقطه مهمه المدرس من يدرس بالتعليم الالكتروني شنو يكون لازم يسيطر على الوقت مالته يتعلم يؤدي اكثر من مهمه. هاي صعبة بالبداية بس بعدين شنو وسعنا قبل شوية بيها عيب. أنا قلت للدكتور مازن دكتور مازن شوف لي من بده يجيب الأسئلة ما بيبي شيء ساعدني مدرس ثاني كلف واحد من طلاب يساعدني لازم بس أنا أتعلم. بس أنا أبو بنار ما عندي الإمكانية بس أنا بالحقيقة لو كانت عندي أنا أقدر أباوع الأسئلة تطلع لي شاشة على صفحة أباوع الطلاب ماتي من أشرح أشوف أسئلتهم أشوف تعليقاتهم أقدر أجاوبهم بعدين أقول لهم يابا أنا حجاوبكم بعدين أنا أصلاً أنا أدعو لجروبات الى اخره. هذا الموضوع يحتاج ليس الصف الدراسي الى اتقان تعدد المهام. اهم شيء قبل كل شيء اداره الوقت. اداره الوقت المحاضره على التعليم الالكتروني انا هسه حذكرها وحدخلها بالتفاصيل ما اعرف هنا موجوده لو لا. الماكسيمم مالها للمحاضره التعليميه ككل من افتح الصف الدراسي على جوجل كلاس روم ان شاء الله تفتحوه ابدي الى انهي انا للستين ورا 60 دقيقة أنا في كريتيكال أنا بالخطر وحدي للتسعين أنا بين 60 والتسعين 90% إلى 95% أنا محتاج إنه بالمحاضرة التي تليها يجب أن أعيد. أنا حدي الأقصى 60 I must not jump over that. احسبوها ويا نفسكم يعني كل ربما طالب هسه أنا عارض حتى أشرح الحالة حضراتكم اعتبروا الطالب ده يتعلم على الهاتف ذكي ما عنده في الشيء يحط الهاتف الذكي عليه يقدر يشيل الموبايل مالته 60 دقيقة بيده ويباوع مستحيل. اليد تخدر العين تتعب هذه شوية مهمة هاي نقاط مهمة. لذلك احنا نقول المحاضرة الفيديوية هي من 12 ل15 دقيقة كفيلم حتى يتابع الطالب يجب ان يتوقف. بس انا سيقول ست قاعد تحشي هذا وصار لك ساعة زمان تحشي مسكتت انا نعم انا داعش انا اقدم تدريب انا داعش اشرح لكم لحضراتكم ومع ذلك هم حوقف شويونه بس دقائق لان توصلني ملاحظات انه انا بدي اشرح سريع والله ما اشرح سريع بس مضطر دقيقه واحده اوقف ويا حضراتكم اعطيكم نفس حتى تلاقون تتابعون وياي يعني. ارجع حتى اعطيكم نفس اقول انا حوجه 3 واجبات وجهت الجو الواجب الاول اللي هو كان شنو كان هو ما هو تعليم لو تعلم هذا اعتمد على حضراتكم تجاوبوني به. الواجب الثاني هو اكو انا هذا اقدم جزء من السلايدات انا يجب ان اشجع بكم شنو أشجع عليكم التعلم الذاتي. لذلك أنا أكو مجموعة من السلايدات حشرحها وأكو مجموعة من السلايدات حترك شرحها لكم أنتوا تقروها وتتعلمون من عندها. حتى شو أسوي هنا خليكم تطبقون السيلف ليرنج بنفسكم خليكم أنتوا تسوون تعلم ذاتي لحضراتكم. أنا أعرف أنتوا عندكم هاي وأعرف هاي الميكانيزم موجودة عندكم بس إحنا شنو لازم نجرب we have to practice ourselves by our يعني يجب ان نجرب. لذلك انا تركت مجموعه من السلايدات ما اعرف عددها بالضبط يمكن بحدود 16 17 سلايد حترك لكم اياها تعلم ذاتي لحضراتكم حتى خليكم تعرفون شنو الفرق بين التعلم الذاتي وبين تسمعون المحاضره من عندي. ومع ذلك انا من حرجع مره اخرى بالموديول 5 يمكن ما اعرف بالموديول بالضبط ضمن المنهاج مال ايركس ان شاء الله هم حرجع امر عليها مره اخرى للتوضيح مالتها. سيقول هذا ايش يسوي اليوم وياني هاي اعتقد الوقت والصفوف التعليميه الافتراضيه كم ينبغي ان المدرس ان يكون قلتها قبل شويه 60 الى 90 دقيقه ورا 60 دقيقه اني يعني غلط لازم اتوقف. حقيقه اذا 60 اذا وصلت ل 60 دقيقه مو اتوقف لا اتوقف نهائي اترك المحاضره اقول اجيكم اكمل المحاضره بالليل اكملها ثاني يوم اترك فسفسحه زمنيه اني في خطر. وانتبه جدا ما بعد 60 الى 90 يجب ان يعاد ما به اي نقاش
وهذا دا أحكي أني يعني على سبيل المثال هاي الكونسبتس أو هاي المفاهيم اللي يتحدث فيها علم النفس التربوي وعلم النفس التعليم الإلكتروني، يقول هذه لصف 130 طالب، بس إحنا بالحقيقة طلابنا أكثر، ترى طلابنا أكثر، لذلك يجب أن أخطط وأحط بحساباتي دائما إنه أنا طلابي، يعني أنا أخطط طلابي، أنتبه طلابي، أنا بالتأكيد يعني يعني كميكانيزم أو كمفهوم إنه أنا يعني أسأل سؤال، أكو أحد ما يعرف طلابي بالصف مالته؟ لا، بالتأكيد كل مدرسينا على الإطلاق أصلاً هاي من 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 روائع المدرسين العراقيين أو العاملين بالسلك التعليمي بالعراق بالتربية والتعليم، عندهم فد حب لحب طلابهم، يحبون طلابهم حقيقة. يعني الطالب قد يخجز على الطالب من عندنا، قد الطلاب يحشوا على مدرسينه وجهات نظرهم طبقوا تعليم الكتروني الى اخره، بس المتعارف عليه علميا، وانا دا اكرر علميا وانا قاريها بدراسات عالميه، انه المدرس العراقي او الاكاديمي العراقي، انا دا احكي اكرر مدرس، اقول معلم او مدرس او اكاديمي يعني يمتهن مهنه التعليم، عده ولع بمحبه طلابه، هاي مثبته عالميا على العراقيين، مثبته استندرات هذه. يعني أنا اشتغلت في هذه الإحصائيات سنة 2004، يعني وجدت أرقام يعني يعني أرجع وأقول إنه لولا إنه التدريسيين مبدعين، ولولا إنه حضراتكم عندكم من الإمكانيات المبدعة والرائعة، ما كان قدرنا نواجه هاي الظروف اللي هي صار لها أكثر من 50 سنة تمر علينا، واحد أصعب من الثاني من 68 وصعودا، كل ظرف أصعب، وخوان هاي ظروف الحصار الكل تعرفها، كثير من عندكم يعرفها زين، مدرسنا يحب طلابه، ما يقدر ينقطع عن طلابه، ما يقدر يغيب عن طلابه، وكان يتذكر قسم من حضراتكم الموجودين، يمكن دكتور خميس أو العراقي اليوم كنا نتحدث بالموضوع، بس 3000 دينار كنا ناخذ، اللي كان دولار دولار ونص، بس احنا كنا نطبط طلابنا وندرس ونعطيهم نعطي. وانا عندي مبدا اقوله، مدرس العراقي بالصف التعليمي بالصف الفيس تو فيس ينطي روحه قبل ان ينطي الماده العلميه، وهذه معروفه ومثبته عند حضراتكم، فلا ضير انه انتم هذا اللي عندكم، انتم بالتاكيد تطلبون طلابكم، تطلبون ما عندكم من زبده من العلم، من تهيئه للعلم، من امكانيات، من قدرات، كلها توظفوها بالانترنت بشاشه حاسبه، هاي الشاشه مال حاسبه حتوصل ل 30 او 50 او 60 طالب، بالتاكيد حتوصل، شنو حامله ابداعكم، حامله روعتكم، عامل إمكانياتكم التي لا حدود لها. شلون أصمم الدرس؟ الثاني شو مصمم، حاط خطة شلون أدرس؟ أبديتها الخطة صحيح، وجه السؤال بالبداية، بس هسه ارتبكت الأمور عندي، أنا ارتبكت الأمور عندي، لازم شنو أنا داخل الدرس عندي إمكانية، شنو شو أسوي؟ رأسنا أرتب، أعيد نفسي وأستشير وإلى آخره، أرجع وأسأل السؤال، هل بالإمكان، أنا سأوجه السؤال مرة أخرى دكتور مازن أو دكتور عدي، هل أقدر أني كمدرس، وإحنا دائما عندنا يعني بالأسلوب العمل مالتنا بالجامعات والمؤسسات التعليمية العراقية لازم تكون عندك شيء يسموه خطة الدرس، هل إمكانية أن تكون أكو خطة درس إلكترونية؟ وأسأل سؤال، هل أكو خطة درس إلكترونية؟ تقدر تجاوب من عندكم دكتور مازن جيكلي؟ بلي دكتور، بلي دكتور، معظمهم معظم الاخوان دا يجاوبون نعم، جزء قليل دا يقول ممكن انه نسويها، على ما يبدو انه ما مسويها، لكن الجزء الاكبر يقول نعم ممكن. شكرا جزيلا دكتور مازن. دكتور عدي، من المحاضره مالتكم انت ودكتور مازن اتمنى تشرحون لزملائنا التدريسيين كيفية إعداد الخطة التدريس الإلكترونية من خلال جوجل، طالما إحنا قرينا أو استخدمنا أو حندرب على جوجل، حتى بالدقائق الأكتيفيتي اللي حيسويها الدرس المدرس شنو ممكن سيطر عليها ودو what I want to do أو يسوي المدرس إليه. بس أنا أرجع وأقول، دائما أرجع وأقول، التعامل الإنساني إلى شنو أكو إلى خاصية حادة، إنه قد لا تتوقع ماذا سوف يحدث أو ما هو المستقبل، ولا تتوقع المستقبل زي كان صرنا مستكشفي الغيب، لذلك دائما هذا شنو نقطة مهمة جدا، دائما انه هذا البرنامج موجود ضمن جوجل، ضمن جوجل كلاس روم، ضمن الجي سيوت هذا اللي حندرب عليه ان شاء الله، هذه موجودة كلها، كيف نخطط، كيف ندير الفعاليات بالتوقيتات، وبالامكان حتى الحاسبة هي تقدم المحاضرة بالدقائق، يعني ممكن اشرح وهي تبدل وتشرح السلايدات لحضراتكم.
عفوا دكتور عامر، الصوت انقطع، ما اعرف اذا بس الصوت ماكو. اسف جدا، انا ترى صار لي 5 دقائق احكي من سمعت الاجابات من دكتور مازن ما منتبه، الصوت مقبول، اعتذر من حضراتكم. واحد يسالني يقول لي حضور الصف الزامي هنا، انا اسف جدا مره اخرى، حضور الصف الزامي والماده العلميه توصل للطلاب و صار ادير باك دكتور مازن بسبب التعب يعني، انا كنا اعتذر جدا مره اخرى. هل الحضور الزامي احنا ندعو له تعليم مزيج؟ أن يكمل التعليم الفيس تو فيس أو المعلم الصف التقليدي يكمل شنو بالحاسبة، بحيث يكون مادة مساندة ومدعمة وتقدم شنو تضمن حدوث التعلم لدى الطلاب لاكتساب خصوصا بالمهارات أو بيكون مختلف أنواع العلوم. لذلك الحضور الزامي لازم نتأكد من عدة، هذا الموضوع شلون نرتبه شلون ننظمه، لازم نشيك الخطة، لازم نسوي إعلانات، لازم نبلغ الطلاب الى اخره. يتذكرون طلابي انا دائما اول ما ادخل للمحاضره ايش اقول؟ اقول السلام عليكم، واقول من موجود يسجل حضور. اكو تشات بوكس، اكو على صفحه ما تشات يكتبون الطلاب السلام عليكم. علمتهم انا ورا فتره من يعني اول مره ومرتين وثاني مره ثالث مره من بالدخول للصف على استخدم التعليم المزيج شنت، اقول لهم كتبوا لي الوقت. هي ملاحظه صغيره، على سبيل المثال انا دخلت الدرس الساعه 9، فيبدون الطلاب يكتب 9 دقيقة 9 دقيقتين 9 3 دقائق 9 4 دقائق 9 5 دقائق، مثلا واحد يكتب 9 5 دقائق وعلى قبل واحد يكتب لي أنا حاضر ساعة 9:01، في حين هو شنو الطلاب واصلين 9 5 دقائق، إذا هذا الطالب شنو صار أكو فتقاب ما كنت انتبهت للطالب مالته. هاي النقاط مهمة جدا، تخلي انتراكشن، تخلي انتراكتيف للطالب، تخلي للطالب داخل الصف. بعض الأساتذة هنا اللي يقولون أنا بالنسبة لي على سبيل المثال يعني خلينا نقول هاي ايش وقت تسوي تشيك على الطلاب؟ اذا تريد تشيك على الطلاب وحضورهم انطي بدايه، ابدي بالمحاضره، لا تخلي الطالب لي قدام هو ادى رعبه من عمليه الحضور للصف، لا تبديها راسا. هاي علم النفس التربوي او الكونسبشوال او الجوانب التربويه البوديجيكال، بهذا الموضوع الجوانب التربويه جو ستريت فورورد تو يور تارجت، اذهب للتدريس مباشره. انا قلت المدرس لازم شنو يكون متعدد المهام، متعدد المهام، وبإثناء المحاضرة بإمكانه يدقق الطلاب منه الموجودين، بإمكانه بسهولة جدا. أنا هسه بإمكاني على سبيل المثال أنا دا أشرح لحضراتكم، أنا أقدر أفتح أشوف أنا هسه عندي 899 حاضر بالمحاضرة، من ذولا 999 كلهم أقدر أشيكهم، أقدر أشوفهم، أقدر أحاضرهم، وأنا بنفس الوقت شنو دا أحكي؟ أنا متعدد المهام، دا أتابع ودا أدرس ودا بنفس الوقت دا أدقق. بس أنا بالنسبة لي الشات بوكس عفنا، لأنه إحنا قررنا إنه نكون عمليتنا إنه نتعاون كفريق لأدائها. بس هذه النقطة مهمة، بعض المدرسين زين يحطون الطلاب يعني مدرسين الطلاب وضع كاميرا الويب بهم في بداية الحضور مصادقة الطلاب، هذه احنا ما ندعو إلها، بس هي علم النفس التربوي تقول دائما يعني خلينا نقول الجوانب التربوية انطي مجال للطالب نشوف المدرس، وانطي مجال للمدرس نشوف الطالب لغلق شنو، لخلق الواقعية، لخلق الرياليتي، حتى شنو الطالب يخرج من الصف يعني خلينا نقول الطالب انه ليه يتصور. نعم هو الاحساس، احنا قلنا التعليم هو بيئه تعليميه، اكرر مره اخرى انه هو برنامج ضمن نظام في بيئه. البيئه هي شنو؟ الغلاف العام للموضوع اللي احنا بيه، بيئه التعليم. الطالب قاعد ببيته، نعم قاعد ببيته، قاعد مرتاح اني تايم اني وير، بس هو في بيئه تعليم. بيئه التعليم، البيئه مال التعليم ان تكون الطالب لها مواصفات خاصه. لذلك دائما الطالب مالتنا يعني خلينا نقول نكون في شكله يحس الطالب انه هو في المدرسه او بالجامعه. قد ما نجحت كتدريسي في خلق جو تعليمي للموجودين يحسون به انه هم في صف تعليمي، قد ما انا عبرت الى سل الى الى شو يسموها الى بر الامان باتجاه تحقيق اهداف الدرس التعليمي، إيش قد ما نجحت في عملية توليد القناعة عند حضراتكم إنه أنتم في صف تعليمي، أنا نجحت في العبور لبر الأمان إنه أنتم بصف عالمي تعليمي. لذلك أنا أول ما بديت إيش سويت؟ خليتكم تحت الضغط إنه أنا إيش شنو؟ أنا حوجه سؤال اللي هو شنو التعليم لو تعلم؟ تعليم لو تعلم، أنتم بديتوا تنتبهون لكلامي، بديتوا تركزون، تلاحظون كان شلون دربط المواضيع. من خليتكم تركزون وياي وتستمعون الحكي بتركيز كامل، انا ايش سويت؟ خليتكم بالصف التعليمي، بالجو التعليمي، مو مجرد لب 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 لب، يعني تعرفون انه اكو وراكم واجب لازم تجاوبوا. اذا
هذا هدف من أهدافنا إحنا بالتدريب، إنه نخلق تدريب فعال مبني على أسس علمية وتربوية. ونجحوا يعني الحمد لله والشكر، كانت الدكتورة لوري مبدعة في تصميم البيئة التدريبية اللي نشتغل بيها، يعني كيف نسوي الأسايمنت، كيف نسوي الاختبارات، كيف نسأل. لذلك هذا الموضوع إحنا يعني نستخدم، خلينا نقول نستخدم الثيورتي، نستخدم النظريات التعلم الإلكتروني الحقيقية في خلق في تدريبكم. ليش؟ حتى باكر عقبه دائما اللي من تتدربه مشي تجربه بايدك، شيء صار عندك دائما تتذكره. ارجع واقول انا وجهت السؤال بدايه الجلسه، شنو الهدف مني؟ الهدف انه انا اسحبكم للمحاضره مالتي، ادخلكم في جو، اخليكم في بيئه تعليميه حقيقيه، مو مجرد انه انت يعني احنا قلناها قبل شويه، التعليم الالكتروني هو مو عمليه وان دايركشن، انما عمليه تو دايركشنز. التعليم الالكتروني مو اتجاه واحد، اتجاهين، انه انا اتعلم من عندكم، تتعلمون من عندي، تستقبلون مني، استقبل من عندكم. هذا الموضوع جدا مهم، هذا الموضوع جدا، مش قد ما اني اتعب في عمليه كرييتد الي، هذه كلها ثيوريتيكال. ارجع اقول هذه كلها جوانب تعليميه من مبادئ التعليم الالكتروني، في إعداد الدرس التعليمي الإلكتروني، في شنو؟ في صناعة المحتوى الإلكتروني التعليمي الرقمي. هذه كلها principles. لحد الآن أنا بالprinciples، إحنا ما دخلنا deep in details لأنه إحنا ما مطلوب لدينا deep in details حاليا، بعدنا بالبدايات. بس هذه كلها شنو هي؟ مبادئ، مبادئ رئيسية، وخلنا نسميها الألف باء التدريس التعليمي الإلكتروني. أخبر طلابك أن الدرس سيكون تفاعلياً. أوجه سؤال دكتور مازن مرة أخرى، هل أنا الدرس تفاعلي حالياً أو لا؟ دكتور مازن اسمع لي الإجابات إذا أمكن، خليتكم تتفاعلون أو لا؟ دكتور مازن إذا أمكن. دكتور عامر أنا وياك، دكتور عدي وياك. أي الأجوبة مختلفة دكتور، بعضهم يقولون نعم، بعضهم يقولون لا، بعضهم يقولون نوعا ما إيه؟ يعني مختلفة، بس الأكثر هو نعم. خلينا نسوي تفعيليات قبل مقابل المقاطعة، طرح سؤال في الدردشة ما إلى ذلك، تفاعلوا وياي، سألوني يا با أنت هذا الكلام اللي تقوله مستند إلى جوانب تربوية وعلمية، مستند إلى جوانب علم النفس التربوي، مستند إلى آخر. أرجع وأقول إي نعم مستند. نعم، شكرا دكتور عدي، شكرا جزيلا وممنون من حضرتك، وعلى أنه ساعدني أنه الكونسبتس اللي دا أنطيهن هواية، يعني مضطرين نعطيكم هواية لأن الموضوع كبير جدا وموضوع يحتاج جهد مضاعف. بس أنا أرجع وهنا أقول مرة أخرى، هل احنا عندنا بالصف، يعني عندنا في الاسلوب بالتعليم مالتنا بالصف التقليدي، المدرس ما يسمح للطالب انه يسألون داخل الدرس الا المدرس يكمل ويسمح للطلاب بالاجابة، كل اغلبنا يتبعوه، هل هذا الاسلوب صح لو غلط؟ واذا كان صح او كان غلط، السؤال مات اللي اهم، هل بالتعليم الالكتروني صح لو غلط؟ هذا السؤال دكتور عدي أضعه أمام حضراتهم وأسألهم وجائزهم، هل أنه أنا بالتعليم الإلكتروني من أشرح محاضرة وقدم للطلاب، أنا دا أشرح مفهوم خصوصا باللايف ستريمينج، من أكون أنا أمام طلابي، أنا أمام طلابي فيس تو فيس عبر الإنترنت أو نسميه اللايف ستريمينج، أو أنا في بث حي للطلاب مالتي، هل أسمح لهم يقاطعوني لغرض السؤال إذا ما دا يفتهمون أم لا؟ دكتور الأغلبية دا يقولون خطأ. ليش السؤال؟ ليش هو هذا السؤال المهم جدا؟ هذا هنا النقطة، أول شيء لأنه أنا محكوم بالتوقيتات الزمنية، التعليم الإلكتروني بالصف التقليدي أنا أقدر أتأخر 5 دقائق، أقدر أتأخر 6 دقائق، أتأخر 7 دقائق، بالتعليم الإلكتروني ما بعد يعني التايم وقت المحاضرة دستور، وقت المحاضرة بالتعليم الإلكتروني دستور. شكرا دكتور عدي مرة أخرى، يجب أن ننتبه إليه. يعني على سبيل المثال أنا أشرح مفهوم، قدمت محاضرة وشرحت وقدمت وبالتالي قطعت زين هذا الموضوع، هنا أنا أجي أوقف، الطالب سألني
ومن ثم الدكتور مازن سألني ودكتور عدي سألني ودكتور خميس سألني وهيثم سألني إيش صار؟ I waste time، صار ضيعت 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 الوقت ماتي. هذا الموضوع يجب أن انتبه له، هذا الموضوع يجب أن نتحكم له بالتعليم الأكر بالتعليم الإلكتروني. درس الوقت المحاضرة أو خلينا نسميه وقت إيصال المادة التعليمية is very important، يجب أن أحافظ عليه لأنه أنا أستغل الطالب خلال وقت المحاضرة أو خلال الوقت التوقيتات أو الدقائق اللي أقدم بها المادة العلمية الطالب تكون كل حواسه وياي. يجب أن أنتبه دائما أنه أنا ورا ما أكمل أفتح لباب المجال. يجب أن تكون هاي ثقافتنا في التعليم الإلكتروني، أشرح المفهوم أكمله وأستمع، وأنا مفتوح إلي هذا التعليم الإلكتروني شات وأقدر أجاوبه. بس أنا شنو هذا أقول طرح سؤالهم في الدردشة أو بالشات بوكس حتى شنو أخلق التفاعل، ما أقدر أني أروح وين أوقف وأقطع أو أجاوب الطلاب مالتنا. هذا الموضوع بالتعليم الإلكتروني very critical، كلش خطر، يسبب شنو؟ يسبب ضياع تركيز الطلاب. أنا ما أريد أدخل بالمفاهيم التربوي، أرجع وأقول أنا هذا مو شغلي، لساتذة الكرام الأفاضل ستالي وإلى آخره حيحاضرون بالأيام القادمين من المدربين الكرام، هم حيشرحوا لكم إياها. بس أرجع وأقول is very critical، يجب أن أشرح المادة، كمل المادة ماتي، أفتح المجال. أنا أكون نقاط حشرحها، توصيل أي متطلبات حديثة متطلبات مسبقة، أطلب من الطلاب قراءة شيء ما. بس أنا طلبت بداية المحاضرة منكم شنو؟ تعليم لو تعلم. إذا طلبت من عندكم وكتبت شنو أنا أريد من عندكم، بنفس الوقت أنتوا إيش تسوون؟ تسألوني، تدورون مصادر، ترجعون يعني تراجعوا لي وتشدوا لي بالمصادر. أنا عملية الظهور الكاميرا للطلاب، إعطاء الواقعية الطلاب أثناء الدرس جدا مهم. بالمحاضرة اللي مضت شفت دكتورة لوري كانت حاطت لنا كاميرا للأمام. دكتورة لوري بالنسبة لنا دكتورة جديدة، بالنسبة للعديد من عندكم مو جديدة، بالنسبة لنا دكتورة فاضلة بالنسبة لنا نعرفها، بس بالنسبة لحضراتكم كانت لأول مرة تحاضر، كان ظهورها مهم بالنسبة لنا. كانت حاطة لي فوق صورتها بالشاشة من تتحدث لنا، وكان حضورها واضح بالنسبة لي. يعني هواي شايفيني ممكن اتجاوزها، بس لكون اول مره، لو كنت اول مره واول درس وما حد بشايفني لا لاحظ صورتي. وكذلك ابا على الطلاب في بعض الاحيان احتاج افتح للطالب ايضا الكاميرا مالته حتى يجاوبني اذا ده يسجل لي. انا طبعا بدا الوقت يدركني حستعجل بالطرح مالتي. الصوت نقطه جدا مهمه، ثلاث ارباع التعليم الالكتروني بالصف احنا نلاحظ انه مدرس صعد صوته ينزل صوته. بالتعليم الإلكتروني نفس الشيء، أصعد بس أنا بديت أصعد حسي، وبالتعليم من نصي بنحكي على كيفي كلش مهم. من قبل شو جتني يعني ملاحظة، أنت تشرح كلش سريع بديت أثقل، بس أنا ما أرد أصير أنا يعني أسلوبي يعني بين قوسين، يجب أن أجد الطريقة أحشب قوة أحشب صدر من أحشي المفهوم من أشرح نقطة مهمة أقدم أرفع حسي أرفع صوتي. نفس اللي بالصف التقليدي النقل للتعليم الإلكتروني ليش؟ لخلق بيئة تعليمية. أكرر أنا دا أخلق البيئة التعليمية، البيئة التعليمية الإلكترونية بالصف التقليدي تعتمد عليه من تعتمد على مهاراتكم أنتم كأشخاص. هاي المهارات باختصار شديد للدرس كله لخلق البيئة التعليمية تنقل لي وين؟ للحاسبة. وفق شنو؟ وفق معايير. هي شنو هاي المعايير؟ الصورة وشكل الصورة والتصميم التعليمي والصورة وإظهار الصورة اللي ذكرناها النقاط الأربعة، هاي جدا مهمة. أما الباقي فهو خبراتكم نفسها التدريسية. ما كرر اليوم، هسه اليوم انا على سبيل المثال انا اختلفت عن من اختلفت عن دكتوره لوري. دكتوره لوري قدمت غير طريقه، انا بالنسبه لي قدمت اليوم غير شكل غير اسلوب. فلازم شنو الدرس انا هالدرس الثاني مباشر استاذ الثاني حيقدم بشكل، دكتور عدي حيقدم محاضرته بشكل، دكتور محمود حيقدم محاضرته الستايل الكلاسيكي المتقلب. ما سوينا شيء، ودائما احط حداثه، دائما احط في شيء جديد، دائما اسوي في شيء جديد حتى الطالب شيء يصير بي يصير بي انتركتد في شيء جديد، فشيء يتفاجئ بي، تستنهض حواسه، تستنهض كل امكانياته اللي توصل للطالب مو قدامنا ولا هو يمنا، اكو تباعد اجتماعي، عدد تباعد اجتماعي الطالب بعيد عنه. لذلك انا شيء مضطر هنا شنو استخدم هذه الامكانيات كلها لغرض شنو؟ اتاكد انه ماكو روتين او ماكو رتابه. هذا ذكرناها انه هدفنا
انه هدف تعليم نخلق تعليم، التعليم اللي نسويه احنا لازم نحوله يا الكتروني مزيج وتفاعل وتواصلي حتى ننجح في شنو؟ في تحويل التعليم الالكتروني مالنا الى تعليم فعال. هاي الباوربوينت اريد اذكر النقاط المهمه، هاي النقاط اللي اتركها لحضراتكم لين تقروها، وانا قلت اني احط مجموعه من السلايدات واجبات. دائما احط بحساباتي، انا على سبيل المثال انا دا ابث محاضره لايف ستريمينج للطلاب مالتي، طلاب مالتي ما قدروا يوصلوني لاي سبب من الاسباب، انا موقع الجامعه مقبط، الكلاس روم مالتي مقبط، الكلاس روم انا سايز مالتي، اقدر استخدم الواتساب، استخدم التليجرام، استخدم اليوتيوب، ارفع لهم المحاضره، اكرر ارفع المحاضره او ارفع الكونتينت العلمي، ارفع الكونتينت العلمي. حقيقه اللي دي يصير حاليا الكثير من التدريسين اللي يرفع الكونتينت ما يسمع الاسئله، لا ارفع الكونتينت وبلغ الطلاب مالتي واسمع لهم. انا هدفي شنو؟ مو ايصال ماده، لا ايصال وتواصل. انتبهوا للكتاب، انتبهوا للقرار، ايصال وتواصل. الايصال انا اقدر استخدم اليوتيوب، اقدر استخدم التليجرام، استخدم الواتساب، استخدم جوجل كلاس روم مالتي، وصلت المحاضره الي، بس الهدف شنو؟ تواصل. انا كنت انا مفترض انه هاي السلايدات قدام حضراتكم واعبرها وكلها نقاط رئيسيه. الواجب هي سلايدات قبال حضراتكم من 39 54 تتعلق لكم للتعلم الذاكره، انا ذكرتها، هو اعداد عرض تعليمي فيديو لشرح مفهوم علمي من كل واحد منكم سجل لنا 5 دقائق بهاي المبادئ اللي حكيناها، 5 دقائق مو اكثر، وانتم اغلبكم درستوا طلابكم وحضرتوا وياهم تقدرون تجيبوا لنا نموذج، بس احنا نريدها شنو؟ ستاندرات، خلي يقول شنو واجبكم وفق اللي تعلمتوه. لزيد عن 15 دقيقه مفهوم صغير، انا اقول 5 دقائق ما اقول 15 دقيقه، بس كل واحد من حضراتكم ومريد الجروبات لا كل واحد يسجل لنا 5 دقائق حتى نتابعه نشوفه من يشرح المفهوم، حسه قوي حسه ضعيف، ظهوره شو وقت الى اخره. كل واحد من المتدربين الكرام يسجل لنا 5 دقائق شلون يسجلها، شنو التعليم مالته، شنو مفاهيم هاي، وفق اللي عنده يقدر يراجع المحاضره، لان المحاضره حترفع لحضراتكم تقدرون تتابعوها. ونوصل الى موضوع مهم جدا، هاي السلايدات واجب لحضراتكم كلها بها التفاصيل، ظهور المدرس، تجنب استخدام الفيديوهات، ما يصير استخدم فيلم ببطن فيلم، انا هسه حاضر ظاهر قدام طالب فيديو، اجي اعرض له فيديو لا اطيل لينك الرابط وروح اشوفه، الا اذا كنت مضطر. هاي المضطر وين دائما تكون؟ تكون بالطبيات، ان المدرس يشرح ويشرح، ممكن انه انا اسجل الفيديو واضيف صوتي عليه واستخدمه درس تعليمي، بس ما انا اشرح بدرس تعليمي وظاهر الطلاب مالتي لايف ستريمينج واعرض فيلم فيديو، هذه غلط. هذه غلط، واصلا يعني هي كمعادله الصوره شنو؟ ما تطلع الصوره واضحه. هاي ال 12 دقيقه اللي شرحناها قلنا لا تبقى تشرح عن الجواز، طبعا بس واحد يوجه لي الانتقاد ذاتي يقول لي انت تقول لا تعبر 12 دقيقه وذا. لازم احسب بحسابات الطلاب مالتي شنو؟ واحد عنده تاب، واحد عنده تابلت، واحد عنده اول ان وان، واحد عنده لابتوب، واحد عنده حاسبه قديمه. لازم اصمم الدرس مالتي انه ممكن كلها تظهر عندهم، ولازم شنو اخزنها سحابيا اللي هو اليوتيوب او الجوجل او الكلاس روم. هاي المواضيع انا اتركها، بس انا هاي نقطه مهمه بس ارجع لها، نقطه مهمه، لا تحطون الطلاب تحت الضغط الزمني، كلش مهمه، لا تخلون الطالب تحت ضغط زمني. هاي حتى اوضح الحاله لحضراتكم، احنا عندنا في الميكانيزم دائما اقوله وانا استخدمه، اول ما طبنا الامتحان بعد لك نص ساعه تكمل، بعد لك ساعه تكمل، بعد لك 3/4 ساعه تكمل الامتحان، هاي نبتعد عنها، لان اكو حاسبه يمه، وهذا على حاسبه هو اكو كاونتر بها اصلا، واكو كاونتر للمدرس قدامه واضحه، ما محتاج انه انا شنو اقول للطالب بعد لك هلقيت او بعد لك كذا او بعد لك كذا. المهم دائما تجنب وضع المتعلم تحت الضغط الزمني، لانه انا من ذكرت الدقيقه او ذكرت الوقت للطالب انا ربكت العمليه التعليميه. انا يعني هاي كلها قدامكم استخدام غرف التواصل. نقاط الاخيره، لا تكون الحكي هوايه بالدرس، لا تعطي هوايه تفاصيل، لا تعطي هوايه صور. لساني اليوم ذني كل انكاسرهن، ذني كل انكاسرهن. انا اذا اتعامل بشريحتي شريحتي مو طلاب، شريحتي اساتذه العينه ما تقدر اتعامل وياهم، اساتذتي هم اساتذتي مو انا مدربهم، نعم انا ادربهم هسه بحكم التخصص، بس هم اساتذتي الافاضل كلهم يمتلكون من الخبرات، بس مجرد اوضح لهم الحاله
فلازم شنو انا لازم ما انطي هواي اوديو، ما انطي هواي ديتيلز، ما انطي هواي فيديو، بس انا مضطر شنو ذني انا ارجع واقول انا هذا ويا الطلاب مو يا من مو يا حضراتكم. هاي هنا أنا لو وصلنا الى موضوع جدا مهم الاو اي ار. الاو اي ار مصطلح علمي ظهر عام 2001 معهد ماساتشوستس بامريكا. كل مناهجه، كل مناهج الالكترونيه شالها وحطوها على الانترنت وسووها المكتبه الالكترونيه. وتدرون هم يعني بين قوسين الانترنت يمهم والهوستنج يمهم والخوازن يمهم. كان هذا الموضوع في وقته عمل رائد في تاريخ المعرفه الانسانيه. معهد الام اي تي ماساتشوستس انستيتوت فور تكنولوجي سنه 2001 كان في شيء جديد على العالم وفي شيء ما حد مسامعه قبل، وكانت في السابقة خطيرة. يعني خلينا نقول في شيء جديد. عن نفسي أنا سنة 2002 سمعت أول مرة ودخلت عليه، كان أكو إنترنت بالعراق بوقتها نص مليون تشترك فيه شيء من القبيل، ودخلت عليه المعهد ماساتشوستس وشفت المراجع بيه الأوبن أوس يعني الموارد التعليمية. هاي بالألفين. بالألفين وأربعة اليونسكو درسته للموضوع واعتمدته. شنو الموارد التعليمية؟ الموارد التعليمية هي المحتوى التعليمي مثل مواد المنهج الدراسي اللي تسويتوه، مواد المنهج الدراسي سويتوه، المحاضرات اللي حضراتكم قدمتوها، وخطط الدروس والكتب الدراسية والمقالات التي تدعم عملية التعليم والتعلم. البرامج هي شيء الأدوات اللي تساعد في إنتاج واستخدام المحتوى التعليمي جانب التقنيات المفتوحة. الموارد هي شيء المواد اللي تنتجوها حتى تحدث جودة التعليم، وهاي المواد لازم شي تكون مرخصة. هذه من 2004 عدا أكررها. هل هذه اللي بدي أقوله عندنا بالعراق؟ لو ما عندنا، هل إحنا طبقناها؟ شنو الموارد التعليمية؟ موارد التدريس وتعليم متوفرة للجميع. نعم، إحنا في وزارة التعليم العالي أنجزنا أول OER عراقي Open Educational Resources، انجزناه وكملناه وبدينا نصعد بيه وقمنا نجمع الموارد. لذلك في استمارة التقييم أو حساب المعيار الوطني للجامعات العراقية حطينا عدد الموارد التعليمية وده نحتسبها وبدقة، إنه هذا إرث، هذا تاريخ، هذا تاريخ حضراتكم، هاي إمكانيات حضراتكم، هذا الموضوع مالتكم. فلذلك هذا الموضوع إحنا جدا مهم بالنسبة لحضراتنا، حضراتكم المواد اللي تنججوها، المواد اللي تعدوها ما تضيع. هذا موضوع جدا مهم، هذا نسميه موارد تعليمية. قد على سبيل المثال أنا شرحت محاضرة مثلا قانون أوم، شرحت الفيديو، حطيت البي دي اف مالته، سويت مقلب صوتي، جمعت الثلاثه، هذا مورد تعليمي شنو في قانون اوم. احنا وزعنا استمارات للجامعات لغرض حسابها. هسه منا وانا صاعدا يجب ان تحسبوها وتحدوها بحساباتكم. احنا صممنا موارد التعليميه مالتنا الاو اي ار العراقي. هسه حلينا حتى الاختبار، انت ممكن تاخذ الماده التعليميه بس تختبر ايضا، تتقراها وتتعلم. فحولنا الاو اي ار مالتنا اللي هو حاليا قيد الجمع، وصلنا الى اكثر من 645 ألف مورد تعليمي لنجمع بيها إن شاء الله نعبر الرقم المليون، وحاطيه هدف إنه نوصل لهذا الموضوع. هذا قدامكم الموقع مالتنا، إنجاز موقع أكثر من 650 ألف مورد تعليمي تم الإحصاء لهم للجامعات. هذا عدا إنه أصلاً وزارة التعليم الوزارة المنجزة إلى المستودع الرقمي. بتلاحظون أكو مستودع رقمي وأكو موارد تعليمية. حتى نوضح لكم الحالة انه احنا جد مهتمين بعملية اعتماد التعليم الالكتروني. هذا تشوفوه الاو اي هي جاي من Open Education Resources، والار دي دي هو شنو Directorate of يعني Research and Development، دارة البحث والتطوير. هذا الموقع مالتنا دنخوض تجربة ايضا في الجامعة الاو اي ار دي لهم تكنور تنسويها حاليا، لانه جامعة التكنولوجيا مختصة بالطبيات. وايضا بدنا ننتقل بموضوع اخر، انه نفتح واحد ايضا موارد تعليميه بالاختصاصات الطبيه، وان شاء الله نكملهم كلهن وننطلق بها انطلاق شكل كميس صالح. انا اخذت من اوقات حضراتكم هوايه، شكرا لكم.